السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على محرز وين يواجه مشكلة كبيرة أيام بعد العرس تاعه، ورد الجزائري رياض محرز لاعب فريق الأهلي جدة السعودي على الانتقادات التي يتعرض لها من قبل جماهير فريقه بالتكاسل والابتعاد عن التدريبات طوال فترة الإجازة الصيفية بصورة يعني بصور ورسالة نشرها على منصة التواصل الاجتماعي في الانستغرام. بكري كنا ندافعوا عليك، راك غلط. انا يا شو نقول كلمه يا محرز، احنا بنحلي مروحناش كوب ديموند، واش تقبل نتايا كوب دافريك، دو كوب دافريك ما كان والو، كوب ديموند مروحنا لهاش يا ولدي. والله نحسك انت واه مسمينك مالك الكونترول، ماتش كومبلي دير زوج ثلاثه انستغرام يخدم والتيك توك هذا مكان. ونشر محرز عبر حسابه الرسمي للانستغرام صوره يعني صوره يظهر فيها من امام بحيره كامو الايطاليه الشهيره وهو يؤدي تدريبات بدنيه برفقه مدرب يعني مدرب الذي التحق به في ايطاليا ومكتوب عليها حان وقت العمل. هيا روح اختم على بالنا. وتعرض المهاجم الجزائري لهجوم من قبل جماهير الاهلي بسبب عدم عودته الى المملكه العربيه السعوديه رغم انتهاء فترة الراحة الممنوحة له ولزملائه في الفريق. يا ولدي هذا الصوالح، هذا الصوالح كاع ماشي مليح له. تعقلوا عليها نهار اللي قعد وقيلا 40 يوم ما تدربش وما يدخل مع مانشستر سيتي، يعني وما لعبش ما لعبش حتى جات كوب حتى دار عاود دار بريباراسيون تاعو من قدام كوب دي موند. وقال لك روح اقرا، ما كان لا حاقروا ما كان كي والو. سات ماتش وقيله ما كان والو، هي تجت الكوب دي موند ذاك الشهر الناس تلعب في الكوب دي موند ورابدين الرايه تاع بلدانهم والناس وصلوا الدومي فينال كارديو فينال، الناس لعبت زهاد. هي هو قاعد يدرب قاعد يخدم خازن يخدم. وكان من ضمن انتقادات عدم خوض محرز اي تدريبات طوال العطله الصيفيه والتي حصل عليها وسافر اللاعب الجزائري لعده بلدان من اجل السياحه، كما احتفل بزواجه على العارضه الازياء البريطانيه تيلور على الطريقه الجزائريه ولا طريقه هنديه ولا. وانتظم لاعبو الاهلي في التدريبات منذ الاحد الماضي من خلال تمارين اجراء فحوصات يعني ماران اجراء فحوصات طبيه بهدف التعرف على الحالة البدنية للاعبين بعد فترة الراحة الطويلة والتي حصل عليها لاعبون الفريق. ولعب رياض محرز 33 مباراة مع الأهلي خلال الموسم الماضي في جميع المسابقات وساهم في 26 هدف ما بين صناعة وأهداف. يعني وزاد هذا اللعاب وين يغيب عن المنتخب الجزائري في معسكر وين غاب منذ معسكر مارس، يعني مارس ما زعما كات ماتش ما حضر لهم شيء يعني باسباب ما فهمناش. واحده قال لهم راني عاي، واحده قال لهم ما عيطوليش، هو النادي داره مبليسي في سيمانه قبل، من بعد خرج بمنشور خبيث، ومن بعد من خسرنا قاعد ينشر في المناشر تاعو يعني الانستغرام يضحك ونواظر ومنا ويبقر في روحه وكلش منا، من بعد كي ربحنا انقطعت اخباره. هذه هي هذو ما هذا هو قائد فريق كيما واحد قال كابيتان ديه كيف يا ودي كابيتان على اختك، ماشي عليا انايا كابيتان ديه لاختك يدير عليها كابيتان. ما كاش عاطفه كرة قدم، الحاجه اللي نعرفها ما كاش عاطفه كرة قدم. علي لعاب يلعب، راني انا نتمنى له الخير، نتمنى له يجي يلعب الجزائر، نتمنى له الخير. ما كاش وما بغاش يلعب يا يربح صاي فتره وفاتت صاي لعب فتره هيا يربح صاي سي بون يبقى في التاريخ ولا ما يبقاش في التاريخ، يعني ما عندي حاجه به انا. المهم راني عايش، راني نتبع في المنتخب، وغدوه نموت ما غاديش نديه معايا في راسي. يربح
هذه هي. ويذكر أن هذا اللعاب غاب عن قائمة المنتخب الجزائري خلال توقف مارس وجوان الماضيين، ففي الفترة المرة الأولى أوضح المدرب فلاديمير مدرب الفني لمحاربي الصحراء أن اللعاب طلب إعفاء من واجب يعني الدولي حتى يقرر موقفه من مواصلة اللعب دوليا والآخرى بسبب يعني خلاف مع المدير الفني. هو دار هذا المشكلة الخبيث على كرهته، خبيث ليشانا خبيث، دار واحد المشكلة خلص كل شيء على بالك. والله ما تربح جالي يسلموا لك عليها قدامك انت راتي تمشي راتك. واحتل الأهلي السعودي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشان المحترفين برصيد 65 نقطة، وتوج الفريق الهلال باللقب برصيد 96 نقطة. البغريقة حزب تيقا بلك حزب تقولي ما حزب سراتش ملكا بلك حزب تقولي ركسو هذاك اللي ركس بالمؤخرات تاعو هذاك المخنث فرحانين يعني قلت قاع الشعب الجزائري معاهم ماشي معاهم مودي انا ضدك وضد ضد لي ضدك لي جاي معك قاع من التالي حزب تيقا غادي يلعب ديسو كابيتان راه كسمو عطال تاعكم عطال عطال كوريجي يلعب هنا يقعد يلعب يبرد عطال يلعب في مارسي يلعب يقولك يلعب في مارسي 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 وما راه موجودين حاجة تدلك هاك المير تاع مارسي ما قبلها شي يدي بركا ما تكذبو كي حميرة كذب كذب مدرب مدرب رايان رايان قطري رايان قطري بعد يروح أردن 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 بعد يروح كويت الناس يدربوا الناس بدأوا الناس بدأت بريباراسيون تاعها بدأت منها بدأت منها ما ناس عارفين توما كيفاش الناس بدأت معطاوي يا سي معطاوي الناس بدأت يا راه راه الأخرى هذا اتحاد جدة هاري وين راهي بدات راهي جابوا بولي جابوا منا وجابوا يا درا شو بير شو بير بليلي غادي ما يقعدش في المولودية غادي بليلي انا ذي خطرة إلا قعدت صحة ما قعدت صحة راني هدرتها قلت لكم هاد الخطرة قلت لكم راح يدرب راح لتونس ينيغوسي مع تونس بالك راح ما تنجمش تعرف تنجمش تعرف الله يسهل عليه با يقعد با يروح انا راني انا بروح خطيم خطيم المهم انا ما يحشوليش ما ندخل نقايس غاشي على جال واحد داي مليار و700 ما ندخل نعاير غاشي ما نسب غاشي على جال واحد داي مليار و700 راك غلط اصاحبي يا وما على بالي بيهم كاع وين حاطين هادو مراتي بيروح وعاد قال لي غادي يروح يا ودي هو يروح هو بروحو كبر 33 عام هاي يروح يلقط على روحو هو وبيقعد مقابلك ولا هو يشوف وين مليح حاله هما مالك اوتي هو يشوف وين مليح حاله وين تخدم الحاجه اللي تخدمه هو يقعد مقابلك هو ولا سبحان الله واش يقعد مقابلك يشوف الحاجه اللي تخدمه هذه هي يقعد مقابلك هو يا والهضره على بارتيه كي داير البارح ابويا بارتيه كي دايره اسبانيا فرنسا بارتيه كي دايره ابويا واحد قال ولا هنا كان يقول لك عندنا مدرب عنده تاكتيك عالمي والله لا تبقى حايل عباك ردوا لنا ما نعرفوش ولا يشوفونا ما نعرفوش كاع بولا كاع ما نعرفوش لا تاكتيك دوزو لا والو مي تسمع بلي عندنا تاكتيك عالمي تفرجنا اسبانيا فرنسا الارجنتين كندا يا ولعبي لا اله الا الله
وبعدين يجيك واحد يلقاك مدرب الاخر هذاك تاكتيك عالمي انتم تكرهوه. واه على بالنا أهلا والله العظيم سكي. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير بارطاجيو لنا لي فيديو، ما تنساوش ثاني تفعيل الجرس واللي بشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله.